أثر الأقليات على استقرار الدولة. إمتى الأقلية ممكن تشكل خطر على استقرار الدولة؟ قال لك والله يا أولاد يتوقف أثر الأقليات على استقرار الدولة على حسب 4 عوامل. إيه هي العوامل اللي لما بتتوفر في الأقلية ممكن تخلي الأقلية تأثر على استقرار الدولة؟ بص يا سيدي، قال لك يتوقف أثر الأقليات على استقرار الدولة على حسب 4 عناصر. إيه هي؟ 1، حسب التوزيع الجغرافي للأقلية فين في الدولة. يعني يا مستر قلت لك أنا على حسب الأقلية هي عايشة فين في الدولة، هي هتفرق؟ بتفرق. على حسب وطن الأقلية، إيه وطن الأقلية ده؟ قلت لك ده المكان اللي بتنتمي ليه الأقلية واللي تشكلت ملامحها جواه، على حسب هو موجود فين في الدولة. على حسب الخصائص القومية للأقلية، واحد يقول لي يعني إيه خصائص قومية؟ قلت لك حسب دينهم، لغتهم، عاداتهم، تقاليدهم، عرقهم اللي بينتموا ليه، أصلهم. هل الناس دي عندها انتماء للدين واللغة والأصل والعرق والعادات والتقاليد ولا لا؟ هتفرق. وعلى حسب حجم الأقلية، عددهم، وعلى حسب قوتهم الاقتصادية. إذن يا أولاد ده لوحده عبارة عن سؤال يقول لك دلل يتوقف أثر الأقليات على استقرار الدولة حسب مجموعة من العوامل، اثبت لي. اثبت لي؟ هكتب له الأربعة دول. قول له يتوقف أثر الأقليات حسب توزيع الجغرافي للأقلية، حسب وطن الأقلية، حسب الخصائص القومية للأقليات، على حسب حجم الأقليات وقوتها الاقتصادية. طب تعال نتكلم يا أولاد عن التوزيع الجغرافي للأقلية. هل هي أقلية منتشرة في أنحاء الدولة ولا الأقلية أقلية مركزة في مكان معين؟ هتفرق؟ قلت لك تفرق طبعا. إزاي؟ قلت لك تعال بص يا أولاد، فاكرين؟ إيه رأيكم لو أنا عندي دولة؟ إيه رأيكم في الدولة دي؟ الدولة دي عبارة عن دولة فيها أقليات، والدولة دي عبارة عن دولة فيها أقليات. الأقليات اللي عايشة في الدولة دي عايشة فين في الدولة؟ الأقليات اللي عايشة هنا قلت لك هنا في شوية وهنا 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 في شوية. إيه رأيك في الأقلية دي؟ هل الأقلية دي بتتركز في مكان معين؟ قلت لك لا، الأقلية دي يا أولاد عبارة عن أقلية منتشرة، عبارة عن أقلية مبعثرة، عبارة عن أقلية منتشرة وعبارة عن أقلية مبعثرة في أنحاء الدولة، لا وعايشة في وسط الأغلبية. طب والدولة دي؟ دي كمان عبارة عن دولة، والدولة دي فيها أقليات، بس الأقليات اللي فيها عايشة فين في الدولة؟ قال لك الأقليات اللي في الدولة دي بتتركز في المنطقة دي. إيه؟ بيتركزوا في المكان ده؟ بيتركزوا في المكان ده. والمكان ده موجود فين؟ بيتركزوا في مكان، والمكان موجود على أطراف الدولة وحدودها. إذا دي عبارة عن أقلية مركزة، لا ومركزة في مكان معين، والمكان ده موجود على أطراف الإيه؟ موجود على أطراف الدولة. في أي مشكلة كده؟ يبقى أنا عندي هنا أقلية منتشرة ومبعثرة، وعندي هنا أقلية مركزة على أطراف الدولة. يا راجل أنا راضي ذمتك، أنهي فيهم ممكن يشكل خطر على الدولة؟ أنهي فيهم ممكن يشكل خطر على الدولة؟ واحد يقول يا مستر والله أنا شايف إن الأقلية ما دام منتشرة ومبعثرة في أنحاء الدولة، لا وكمان عايشة في وسط الأغلبية، أنا شايف إن الأقلية اللي كده تأثيرها يكون محدود أو تأثيرها يكون معدوم ولا تشكل أي خطر على الدولة. أما إذا كانت الأقلية مركزة ومركزة في مكان ما، والمكان موجود على أطراف الدولة وحدودها، أهدي اللي ممكن تشكل خطر على الدولة. إمتى؟ في حالة مطالبتها بالانفصال. يبقى بص يا سيدي، توزيع الجغرافي ببساطة خالص بيقول لحضرتك إيه؟ إذا كانت الأقلية منتشرة وإذا كانت الأقلية مبعثرة في أنحاء الدولة وعايشة في وسط الأغلبية، تأثيرها يكون محدود أو تأثيرها يكون معدوم ولا تشكل أي خطر على الدولة في حالة مطالبتها بالانفصال. أما إذا كانت الأقلية مركزة ومركزة في مكان ما، والمكان موجود على أطراف الدولة وحدودها، ده اللي ممكن يشكل خطر على الدولة في حالة مطالبته بالانفصال. اديني أمثلة. ضرب لك أمثلة على 2. زي مين؟ قالك مثل إقليم اسمه إقليم الباسك في شمال أسبانيا واللي بيطالب بالانفصال، ومثل سكان جزيرة اسمها جزيرة تيمور الشرقية واللي طالبوا بالانفصال عن دولة اسمها دولة مين؟ إندونيسيا. في أي مشكلة؟ ومن هنا بص بيقولك إيه؟ دلل على صحة العبارة. بص هنا بيقولك دلل يختلف تأثير الأقلية على الدولة على حسب انتشارها أو تركزها الجغرافي.
ساعتها هتقول له إذا كانت الأقلية منتشرة ومبعصرة هتعمل إيه؟ وإذا كانت الأقلية مركزة في مكان على أطراف الدولة هتعمل إيه؟ طيب بص هنا السؤال الثاني بيقول لك إيه؟ ماذا يحدث إذا؟ إيه اللي يحصل لو؟ اللي يحصل لو تركزت الأقلية في مكان ما في الدولة. الله، اللي يحصل لو كانت الأقلية مركزة تركزت. إيه رأيك بقى لو كان المكان ده موجود على أطراف الدولة؟ هقول له أهو، إذا تركزت الأقلية في مكان ما والمكان موجود على أطراف الدولة، هقول له دي اللي ممكن تشكل خطر على الدولة في حالة مطالبتها بالإيه؟ بالانفصال. هقول له مستر سكان إقليم اسمه إقليم الباسك في دولة إسبانيا، وسكان جزيرة تيمور في دولة مين؟ إندونيسيا. طيب تعال نتكلم عن الفقرة الإيه؟ الفقرة الثانية. العامل الثاني يا أولاد من الخصائص اللي بتأثر على الدولة بالنسبة للأقليات. احنا كلمنا طبعا عن التوزيع الجغرافي للأقلية، تعال نتكلم عن النقطة الثانية وهنبدأ نتكلم عن وطن الأقلية. واحد يقول لي مستر يطلع ايه وطن الأقلية ده؟ قلت لك يا سيدي وطن الأقلية ده المكان اللي بتتركز فيه الأقلية، المكان اللي عايشة فيه الأقلية، واللي اتشكلت ملامحها جواه، المكان اللي عرفت منه دينها لغتها عاداتها تقاليدها. طيب او المكان اللي بتعيش في الأقلية واللي بتتشكل ملامحها جواه، المكان ده اللي بيطلق عليه اسم ايه؟ وطن الأقلية. طيب هنا كاتب لك وطن الأقلية بيقولك مكان بتتركز فيه الأقلية وتتشكل داخله ملامحها الايه؟ ملامحها الخاصة. طيب تعال بص هنا، عاوز تقول يا مستر، قلت لك بص يا سيدي، ايه رأيك في المكان ده؟ او المكان ده كده ولاد هنقول عليه اقليم اسمه اقليم كردستان. طيب او شايف اقليم كردستان ده؟ ده المكان يا سيدي اللي عايش فيه الاقراط من مئات السنين، ده المكان اللي بينتمي للاقراط، المكان اللي عايشين في الاقراط واللي اتشكلت ملامحهم جواه. او المكان ده يا سيدي بقى الاستعمار قسم المكان ده على اربع دول. قسم المكان ده على مين؟ اهو هتلاقي في جزء من وطن الاقراط داخل جوه حدود ايران، وهتلاقي في جزء من وطن الأقراط موجود جوه حدود العراق، وهتلاقي جزء من وطن الأقراط موجود جوه حدود دولة زي دولة سوريا أهو، وهتلاقي جزء من وطن الأقراط موجود جوه حدود تركيا. لو جيت حضرتك ركزت دلوقتي هتلاقي إيه؟ هتلاقي وطن الأقراط ده متقسم على أربع دول، في جزء منه موجود في شمال إيران، وجزء منه موجود في شمال العراق، وجزء منه موجود في شمال سوريا، وجزء منه موجود في جنوب تركيا. اهو المكان ده بقى اصبح فيه اقراط عايشين في ايران، واصبح فيه اقراط عايشين في العراق، واقراط عايشين في سوريا، واقراط عايشين فين؟ في تركيا. وعاوزين ينفصلوا بالارض اللي بينتموا ليها، عاوزين ينفصلوا بالارض دي عن تركيا وعن ايران والعراق وسوريا. ومن هنا ما دام بقى وطن الاقليه موجود على اطراف اربع دول او مجموعه من الدول، كده الاقراط دول بيشكلوا خطر على مين؟ على الاربع دول. عشان كده بص قال لك ايه؟ قال لك بتكون الاقليه مثيره لقلاقل سياسيه، امتى؟ قال لك في حال وجود وطن الاقليه، اذا كان وطن الاقليه موجود على اطراف الدوله. الله بقى لو كانت بتشترك فيه دول اخرى زي مين؟ قال لك مستوى وطن الاقراط اللي موجود على اطراف كذا دوله زي مين؟ هقول له ايران والعراق وسوريا وتركيا. إذا الأقراط بيشكلوا خطر على العراق وسوريا وتركيا وإيران بسبب إن وطنهم موجود على أطراف الأربع دول. طيب تعالى العامل الثالث، قال لك حسب الخصائص القومية للأقليات. واحد يقول لي إيه الخصائص القومية دي؟ قلت لك صفاتهم، دينهم، لغتهم، عاداتهم، تقاليدهم، عرقهم، أصلهم. هل الناس بقى، هل الأقليات دي عندها انتماء للدين وبتتمسك بيه، عندها انتماء للغتها، عندها انتماء لعرقها، عندها انتماء لعاداتها وتقاليدها ولا لا؟ فبيقول لك هنا الخصائص القومية، بيقول لك للأقليات صفات خاصة، كل أقلية وليها صفاتها الخاصة اللي بتميزها عن الأغلبية اللي عايشة في وسطيها. فبيقول لك هنا إيه؟ زي مين يا مستر الصفات دي؟ قال لك مثل اللغة، مثل الدين، ومثل العرق أو الأصل. وبالطبع بيقول لك فإن الأقليات ملهب تتشبث بتستميت في الدفاع عن هويتها، كل أقلية بتستميت في الدفاع عن هويتها اللي بتميزها عن الأغلبية وقت الأزمات. وبتكون دايما مطالب الاقليات ايه هي؟ يا اما ياخدوا حقوقهم يا اما يطالبوا بالانفصال. يبقى دايما حقوق الاقليات بحاجه من اتنين، مطالب الاقليات حاجه من اتنين، يا اما يطالبوا بحقوقهم زيهم زي الاغلبيه، يا اما يا ابني يطالبوا بالانفصال. العامل الرابع يا اولاد هو حجم الاقليه وقوتهم الاقتصاديه. واحد يقول لي حجم الاقليه؟
عددهم يعني؟ قلت لك اه عددهم. هي هتفرق؟ قلت لك طبعا تفرق. ايه رايك لو كانت اقليه مثلا عددها مليون، مليون بني ادم اقليه، مليون بني ادم اقليه، ممكن يشكلوا خطر على الدوله ولا ما يشكلوش؟ قبل ما ترد لازم تعرف الاول وتسالني وتقول لي ايه الدوله اللي عايشه فيها اقليه عددها مليون، عدد سكان الدوله قد ايه الاول؟ ما هو لو كانوا مليون عايشين في دوله زي الصين، هي دوله عملاقه بيزيد سكانها عن المليار، عمل المليون دول ما يشكلوا اي خطر على الدوله. ليه؟ لان هم ما يشكلوش اي حاجه بالنسبه للدوله. مليون من وسط مليار، واحد في الالف، ما يشكلوش خطر. ليه؟ عددهم قليل. اما لو كانت المليون دي بقى عايشه في دوله زي مين؟ زي قطر. مالها؟ ما هو قطر المليون بالنسبه لها كتير، فساعتها يشكلوا خطر. عشان كده بيقول لك دايما بنقيس حجم الاقليه بالنسبه لمجموع السكان اللي عايشين فيها الدوله. لان يا ابني لو كان عدد الاقليه قليل بالنسبه لمجموع السكان يبقى الاقليه دي عمرها ما تشكل خطر. ازاي يا مستر؟ قلت لك تعالى. قال لك يتوقف اثر المشكلات السياسيه اللي بتثيرها الاقليات على حسب حجم الاقليه. من حيث؟ قال لك من حيث مجموع السكان وقوتهم الاقتصاديه. يعني عدد الاقليه بيفرق. قلت لك عدد الاقليه بيفرق. فواحد يجي يقول لي ايه يا مستر، طب ما البيض في جنوب افريقيا كانوا اقليه صح؟ اه، وقدروا يضطهدوا الاغلبيه السوداء. اه، ازاي الاقليه البيضاء تضطهد الاغلبيه السوداء؟ قال لك ده بقى كان بسبب قوتهم الاقتصاديه حضرتك. فحتى هنا اضرب لك المثال، بيقول لك ايه، ان البيض في جنوب افريقيا مالهم كانوا اقليه ولكنهم كانوا مسيطرين على 3/4 اقتصاد الدولة ومواردها وثرواتها، وما زال جزء كبير من اقتصاد الدولة تحت تصرفهم وتحت ايديهم. عشان كده بيقول لك بيتوقف اثر الاقليات على حسب عددها وعلى حسب قوتها الاقتصادية. لو كانت الاقلية اقلية غنية ومسيطرة على اقتصاد الدولة، دي مش تقدر تهدد استقرار الدولة، دي تقدر تضطهد الاغلبية نفسها، زي ما حصل في جنوب افريقيا من البيض اللي اضطهدوا الايه؟ السود. طيب احنا كده اولاد خلصنا الاقليات بالكامل. هنبدا نتكلم عن مشكله جديده وهي مشاكل الايه؟ الهجره. وهنبدا الاول بالهجره القسريه او الهجره الايه؟ الاجباريه. النوع الثاني من المشكلات الاجتماعيه اولاد، واللي هنبدا نتكلم فيها عن مشكلات الهجره. مشكلات الهجره في بدايه الدرس احنا قسمناها لاثنين، يا اما هجره قسريه او هجره غير شرعيه. احنا بقى هنبدأ الاول النهاردة بالهجرة القسرية. واحد يقول له مستر تطلع ايه الهجرة الاجبارية او الهجرة القسرية؟ قلت لك والله باينة من اسمها، الهجرة القسرية هي الهجرة الاجبارية. فبيقول لك دي الهجرة اللي بيمارسها الانسان رغم ارادته غصب عنه. ان الانسان يهجر المكان اللي بيقويه والمكان اللي عايش فيه غصب عنه، اذا دي هجرة مالها؟ هجرة قسرية او هجرة اجبارية. ودي بقى تختلف اسبابها من دولة للتانية. بمعنى ايه؟ بص يا سيدي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الهجره الاجباريه هي الهجره القسريه، وهي تعرض الانسان رغم ارادته غصب عنه للهجره داخل او خارج وطنه الذي ياويه. طيب ايه هي اسباب الهجره القسريه؟ امتى اهاجر غصب عني مش بارادتي؟ قال لك والله ليها ثلاث حالات. قال لك ممكن الدوله تجبر بعض السكان على الهجره من المكان اللي هم عايشين فيه، اه، نتيجه حدوث كوارث ايه؟ طبيعيه. حدوث كوارث طبيعية زي الفيضانات أو الزلازل أو الأعاصير أو غيرها، زي ما بيحصل في دول كتيرة في آسيا أولاد. في مناطق كتيرة من دول متفرقة في قارة آسيا بتتعرض لفيضانات، بتتعرض لأعاصير، بتتعرض لزلازل، بتتعرض لبراكين، فبتضطر الدولة أنها تهجر الإنسان غصب عنهم وغصب عنها هي كمان. ما هي دي برضو أسباب إحنا ما نشتغل فيها. طيب إذا السبب الأول في الهجرة القسرية هقول له حدوث كوارث بلها طبيعية. طب والسبب الثاني؟ قال لك وهي دوافع قومية أسمى. إيه دوافع قومية أسمى دي؟ قلت لك تحقيق مصلحة الدولة العليا. من هجرتك الدولة هتحقق مصلحة هتعود عليها كلها وهتعود على أفراد المجتمع كله بالنفع. زي يا مستر؟ قلت لك تعالى سيدي. قال لك دوافع قومية أسمى حصل فين؟ قال لك مثل كما حدث مع أهالي النوبة. إيه؟ كما حدث مع أهالي النوبة؟ آه، فين؟ في مصر. أثناء فترة بناء السد العالي، لما كنا هنبني السد العالي ونحفر بحيرة ناصر، كانت أراضي أهالي النوبة هتغرق وبيوتهم هي كمان هتغرق، وده مشروع كبير هيعود على الدولة كلها بالنفع، فاضطرت مصر غصب عنها هي كمان.
إنها تهجر أهالي النوبة غصب عنهم مش بإرادتهم. يهجروهم من المكان ده ليه؟ لدوافع قومية أسمى، تحقيق مصلحة الدولة العليا من بناء سد كبير هيعود على الدولة كلها بالإيه؟ بالنفع، وكده كده الدولة هتعوضهم. يبقى تعالى، يبقى دوافع قومية أسمى مثل تهجير أهالي النوبة من منطقتهم جنوب أسوان إلى أماكن أخرى، وذلك بسبب إنشاء السد الإيه؟ السد العالي. يبقى السبب الأول في الهجرة القسرية قلنا حدوث كوارث طبيعية، السبب الثاني دوافع قومية أسمى، السبب الثالث حدوث صراعات ونزاعات مسلحة. حضرتك حدوث حروب ونزاعات وصراعات يا مستر، قلت لك زي الشعب السوري كده. لو جيت خدت بالك هتلاقي الشعب السوري هجر وطنه وخرج بره أراضيه في هجرة قسرية غصب عنه. ليه؟ لا سمح الله في فيضانات وفي زلازل هناك، قلت لك لا. ليه؟ الحكومة هناك بتحقق مصلحة سوريا العليا، قلت لك لا. أمال إيه اللي بيحصل؟ صراعات وحروب أهلية دايرة هناك، وهي دي اللي اضطرت أعداد كبيرة من سكان سوريا إن هم يخرجوا من أديارهم ومن أراضيهم غصب عنهم ومش بإرادتهم. عشان كده بيقول لك حدوث صراعات ونزاعات مسلحة دولية أو محلية اللي هي الحروب الأهلية. الأمر الذي يضطر بعد هجرة السكان للهجرة القسرية إلى دول الجوار، الدول المجاورة، وهم يطلق عليهم لفظ الإيه؟ اللاجئون. إذن اللاجئون يا أولاد هي الناس اللي بتهجر أوطانها غصب عنها ومش بإرادتها، وبيهجروهم ويعيشوا على حدود الدول الإيه؟ المجاورة. ودي بعض المخيمات اللي موجودة على حدود دول كتيرة النهاردة. زي مين بقى يا مستر؟ هو هنا ضرب لك المثال على الصراع ما بين اليهود، ما بين الصهاينة، وما بين الفلسطينيين الأحرار هناك. هنا بيقول لك مثل الصراع بين اليهود وبين الفلسطينيين، حيث يدعي اليهود ان فلسطين هي الارض الموعودة، بيدعي اليهود ان فلسطين هي وطنهم الموعود، بينما الفلسطينيين هم اصحاب الارض الحقيقيين. القوى الاستعمارية في العالم هي اللي شجعت اليهود على القيام بده. الدول الاستعمارية في العالم زي بريطانيا وزي امريكا هم اللي شجعوا اليهود على طرد الفلسطينيين من اراضيهم ومن ديارهم من اجل اقامة وطن ليهم على ارض مين؟ على ارض فلسطين. مما أدى إلى خروج الشعب الفلسطيني في هجرة قسرية غصب عنه مش بإرادته خارج وطنه اللي بيقويه. يبقى تعالى، إذا يا أولاد الصراع ما بين اليهود والفلسطينيين، حيث يدعى اليهود أن فلسطين هي وطنهم الموعود بينما الفلسطينيين هم أصحاب الأرض الحقيقيين، والقوى الاستعمارية هي اللي شجعت اليهود على إقامة وطن ليهم على أرض فلسطين، وما زالت هذه القوى تساندهم حتى اليوم، مما أدى إلى تهجير الفلسطينيين قسرا إلى خارج إيه؟ وطنهم، وإلى أراضي دول تانية. وهنا شايف الصورة دي كده، في ناس بتفتكرها بالخطأ إن هي صورة المسجد الأقصى، لا، ده صورة مسجد اسمه قبة الصخرة، وهو مبني داخل حرم المسجد الأقصى. طيب تعال بقى هنا نتكلم عن النوع التاني، النوع التاني من الهجرة، وهي هجرة تعرف باسم الهجرة غير الشرعية. ايه بقى الهجرة غير الشرعية دي؟ قلت لك والله يا ابني باينة من اسمها، هجرة غير شرعية، هجرة غير قانونية. بيقولك انتقال الفرد من مكان الى اخر، ولكن دون المرور او العبور على المنافذ الرسمية اللي بتنظم عملية الهجرة ما بين دول العالم. انك تهاجر بقى بدون باسبور وبدون تأشيرة وبغيره وبغيره، فدي كلها اسمها هجرة غير شرعية. فبيقولك هنا انتقال شخص من دولة لاخرى، ولكن من غير المنافذ الرسمية للدول وبغير الطرق القانونية اللي بتنظم عملية انتقال الأشخاص ما بين الإيه؟ ما بين الدول. أنا بقى ألفت نظرك لحاجة، بيقولك في السنوات الأخيرة أولاد بدأت تزيد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خصوصا في السنوات الأخيرة. ليه يا مستر؟ قالك طبيعي نتيجة للتدهور الظروف الاقتصادية والظروف الاجتماعية في العديد من دول العالم. عشان كده بدأت أعداد كبيرة من الشباب تفكر إن هي تسافر لدول تانية بحثا عن فرصة عمل وبحثا عن حياة أفضل، لكن للأسف بيسافروا بشكل غير إيه؟ بشكل غير شرعي وبشكل غير قانوني. فهنا بيقولك من أمثلتها زي مين؟ قالك زي الهجرة غير الشرعية اللي بتخرج من دول العالم النامي. منين بالضبط؟ قالك بتخرج من دول إفريقيا خاصة الأفارقة، تروح لدول الاتحاد الإيه؟ الأوروبي. يبقى أول نوع، يبقى زي الهجرة غير الشرعية اللي بتخرج من أغلب دول قارة إفريقيا تروح لدول الاتحاد الإيه؟ الأوروبي. وقالك هناك أعداد كمان، أعداد غفيرة بتخرج من دول جنوب شرق آسيا، تخرج من دول جنوب شرق آسيا زي الهند وبنجلاديش، بيروحوا لمين يا مستر؟ محمد عاوز تعدي من الناحية دي، ما تعدي من هنا. طيب
نقطة تانية. قال لك زي الهجرة غير الشرعية الأعداد غفيرة من دول جنوب شرق آسيا. في ناس بتهاجر من الهند، في ناس بتهاجر من بنجلاديش، بيروحوا المينا مستر. قال لك دول بقى أغلبهم بيتجهوا لدول اسمها دول الخليج العربي. يبقى من أفريقيا بيتجهوا للاتحاد الأوروبي، من دول جنوب شرق آسيا بيتجهوا للخليج العربي. طيب إيه نتائج الهجرة غير الشرعية دي بقى؟ بيقولك يا سيدي نتائج الهجرة غير الشرعية، قالك يا أولاد إن النهاردة أصبح ليها أربع نتائج، أربع آثار، سواء بقى كانت نتائج سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. تعال بص على النتائج اللي بتأثر على دول العالم وخصوصا الدول اللي بتستقبل الهجرة غير الشرعية. لو كنا اتكلمنا كده أولاد عن الدول اللي بتستقبل الهجرة غير الشرعية، سواء كانت دول أوروبا أو دول زي دول الخليج العربي، بص بيقولك إيه؟ قالك إنها بتأثر على الجانب الأمني والجانب السياسي في الدول المستقبلة ليها، وبتأثر على الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب الصحي كمان. طب والجانب الأمني والسياسي؟ بيقولك إن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين للدول بيعتبر بالنسبة لهم مصدر تهديد. مصدر تهديد؟ آه طبعًا. الناس دي يا ابني ما دام دخلت بشكل غير شرعي، إذا الدول المستقبلة ليها ما تعرفش عنها أي حاجة، ولا تعرف اسمها ولا جنسيتها ولا دخلت منين، ولا تعرف دينها ولا لغتها، فممكن ناس تهاجر بشكل غير شرعي عشان تروح تاكل لقمة عيش وتشتغل، وممكن ناس تروح هناك وتستغل فكرة ان هم موجودين والدولة ما تعرفش عنهم اي حاجة، ممكن يرتكبوا اي جريمة او يهددوا الامن القومي للدولة. عشان كده بيقولك ده بيرتبط باشكال كتير من اشكال الجريمة المنظمة. وفي نفس الوقت الهجرة غير الشرعية بتسهل على المنظمات دي بقى، بتسهل على المنظمات الإجرامية والعصابات المعادية بالتوغل والدخول داخل البلاد، وفي نفس الوقت الخروج منها. زي ما دخل بشكل غير شرعي ما ممكن يخرج بشكل غير شرعي، وده هيؤدي إلى إفلات الإرهابيين وهيفلتهم بالعقاب، وفي نفس الوقت بيؤدي إلى تنامي وزيادة الصراعات القبلية الطائفية بين المهاجرين نتيجة بقى جنسيات مختلفة، لغات مختلفة، عادات وتقاليد مختلفة، أديان مختلفة. يبقى هقوله هيؤدي إلى انتشار الجريمة المنظمة، هيسهل للمنظمات الإجرامية مستر القيام ببعض الأعمال الإجرامية هناك، هيؤدي إلى زيادة وتنامي الصراعات الطائفية نتيجة اختلاف الأديان أو اللغات أو العادات أو التقاليد. طب ومن الناحية الاجتماعية؟ قالك من الناحية الاجتماعية الهجرة غير الشرعية بتؤدي إلى الاختلال بالتوازن الديموغرافي، وما دام بتكلم عن التوازن الديموغرافي يبقى أنا بتكلم عن توازن السكان. بيقولك بيحصل اختلال في التوازن الديموغرافي مهددة مواطن الدولة أو المنطقة كلها. ليه يا مستر؟ قالك نتيجة تعدد الجنسيات وتعدد العادات واختلاف العادات والتقاليد والأديان واللغات. أنا عمال بستقبل هجرة غير شرعية، أديان مختلفة، لغات مختلفة، عادات مختلفة، تقاليد مختلفة، فده بيخلق برضو حالة من عدم التجانس ما بين السكان الأصليين وما بين المهاجرين. فعشان كده بيقول لك ممكن يحصل خلل في التوازن الديموغرافي للسكان. ومن الناحية الاقتصادية، قالك زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين بيروحوا هناك يشتغلوا في الدول اللي بتستقبلها، بيشتغلوا أي حاجة، بيشتغلوا بأجور قليلة، يشتغلوا شغلانات كتير وبأجور قليلة، وعشان كده ده بيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة ما بين أبناء الدولة لوحدها نفسها. يعني تخيل مثلا دولة زي إيطاليا بتستقبل هجرة غير شرعية، والهجرة غير الشرعية بتشتغل أي حاجة وبأجور مالها، أجور منخفضة، ده ممكن يعمل إيه؟ ده ممكن يعمل إيه؟ ممكن يخلي أعداد كبيرة من أصحاب العمل هناك يعتمدوا على الهجرة غير الشرعية لأن هم بياخدوا مرتبات قليلة، وساعتها عيالها هي مش هتلاقي شغل، هترتفع نسبة البطالة ما بين أبناء الدولة. عشان كده بيقول لك إن الهجرة غير الشرعية زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في الدول بيؤثر سلبا على التربية الاقتصادية. ليه؟ قال لك لأن هم أصبحوا بيشكلوا أيدي عاملة رخيصة، وفي نفس الوقت هتؤدي إلى زيادة سوق العمل غير غير الشرعي، وده هيأثر بشكل قطعي على الأيدي العاملة المحلية، هترتفع نسبة البطالة ما بين أبناء الدولة. أما من الناحية الصحية، قالك وجود الهجرة غير شرعية وزيادة أعدادها ده يؤدي إلى نقل الأمراض والأوبئة. أنا ممكن الناس دي تكون جايالي من دول حاملة الأمراض وحاملة الفيروسات، وأديك شايف الأيام دي. قالك نقل الأوبئة ونقل الأمراض الفتاكة سريعة الانتشار، وده بيشكل تهديد بالفعل على المناطق التي تفيد إليها الأفراد بشكل غير شرعي. إحنا كده بلاد خلصنا كل المشكلات الاجتماعية، سواء كانت مشاكل الأقليات أو حتى مشاكل الهجرة. أتمنى أن احنا كنا عند حسن ظنكم، وإن شاء الله هنتقابل في فيديو جديد وحلقة جديدة مع آخر درس.
التكتلات الاقتصادية. السلام عليكم وسنة ثالثة ورمضان كريم.